فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من ذبح دجاجة أو أقل منها لصاحب القبر، فهل يعتبر فعله شركا؟ مع الذي ذبح الذباب، الذي ذبح الذباب دخل النار كما في الحديث، لأنه ما تعذر بأنه ما يجوز الذبح لغير الله، بل قال: ليس عندي شيء أقرب، يقول ما معي شيء أقرب، يعني ولو كان عنده شيء يبي يقرب، فالله جل وعلا أدخله النار. نعم.